السلام عليكم يا شباب، معانا المرة دي فيديو جديد من الفيديوهات. تقريبا آخر نيرفين موجودين عندنا في منطقة اللور لم. النيرفين النهاردة معانا الميديال بلانتر نيرف واللاترال بلانتر نيرف. معلش بعيد التسجيل لأنه فصل تاني. هنبدأ المرة دي بالميديال بلانتر نيرف. هو احنا سمعنا الميديال بلانتر نيرف ده فين قبل كده؟ لو حد فاكر معايا تقولي إن عندي نيرف اسمه البوستيريو تيبيال نيرف. تقول ان البوستيريور تيبيال نيرف بيجي تحت الفليكسور ريتينيكولم وينقسم الى تو نيرفز، ميديال ولاترال بلانتر نيرفز. الميديال ولاترال بلانتر نيرفز اوريجين بتاعهم الاثنين بيخرجوا كونتينيويشن للبوستيريور. طبعا كده بتكلم على الاوريجين، كونتينيويشن للبوستيريور تيبيال نيرف تحت الفليكسور ريتينيكولم. الميديال هو لارجر برانش واللاترال هو السمولر برانش. طيب بص معايا كده للصوره دي. انا عشان اتكلم على الكورس بتاعهم بعد ما اتكلمت على الاوريجين ان هم طالعين تحت الفليكسور ريتينيكولم، انا محتاج ان افتكر حاجات كده عن اللايرز بتاعه السول اوف ذا فوت. كان عندي في الفيرست لاير اوف ذا سول اوف ذا فوت كان عندي ثلاث عضلات، الدكتور اب دكتور هالوسز واب دكتور ديجيتي مينيمي وبينهم فليكسور ديجيتور. في السكند لاير كان عندي الفليكسور ديجيتورا ماكسوريوس والفور لومبريكلز، وكان في معايا تو تندونز انا مش محتاجهم دلوقتي. انا عايز اقول لك اللي انا عايز اقوله، انا بتكلم بقول الكلام ده ليه؟ لان النيرفز بتوعي النهارده الميديال واللاترال بلانتر نيرفز ماشيين ما بين الفيرست لاير والسكند لاير، يعني يبقى العضلات اللي لهم ريليشن معاها هم العضلات دي. طيب تعالى كده نبص سريعا الفيرست لاير بتاعتنا كانت بتترسم ازاي. كنت بقول لك ان في عندي هنا تو تيوبركلز، وكانت بتطلع ثلاث عضلات بهذا الشكل. العضلة الأولى العضلة الثانية والعضلة الثالثة دول الثلاث عضلات بتوعي. اوكي هلا كنا نشوف الميديال بلانتر نيرف بيمشي ازاي في الفيرست لاير. قالك الميديال بلانتر نيرف، خلاص ان احنا عرفنا ان الميديال بلانتر نيرف ده جاي من تحت الفليكسور ريتينيكولم، يعني جاي من الميديال سايت. كويس هيمشي ازاي؟ قالك اول ما هيدخل هيمشي تحت طبعا العضله ديت دي الادكتور هالوسز، والعضله الثانيه الادكتور ديجيتي مينيمي، العضله دي الفليكسور ديجيتورم بريفس. اوكي نشوف النيرف بتاعها بقى هيمشي ازاي. بص كده النيرف اول ما دخل بيمشي ديب للعضله بتاعتنا اللي اسمها الادكتور هالوسس، وبعد ما بيمشي ديب للادكتور هالوسس بيبدا يمشي ما بين العضلتين بتوعنا اللي هم الادكتور هالوسس والفليكسور ديجيتورم بريفس بهذا الشكل. وبعد كده بيمشي قدام عشان يكمل الكرسي بتاعه. طيب انا عشان اشوف الكرسي بتاعه انا لازم اقول الريليشن بتاعته لحاجه. انا كده اتكلمت على الريليشن بتاعته بتاعه المسلز، هتكلم على الريليشن مع الفيزلز، وهتكلم على الريليشنز بتاعته مع الكيوتينيوس انرفيشن او الريليشنز مع الفينجرز. كويس تعالوا كده نشوف الريليشنز بتاعته مع الفيزلز. بص يا سيدي، لو اعتبرت ان ده الميديال بلانتر نيرف، فبالنسبه للريليشنز بتاعته مع الفيزلز بيبقى ماشي على اللاترال سايد، على اللاترال سايد بتاع الميديال بلانتر فيزلز. كويس طيب بالنسبه للريليشنز بتاعته مع الفينجرز، قالك مع التوز سوري، دي هناخدها تبع البرانشز. ادي النيرف بتاعنا اهو الميديال بلانتر نيرف. تعالوا نتكلم على الكوتينيوس برانشز.
عشان اتكلم على التينيس برانشز اتمنى ان الناس تكون فاكره الرسمه دي كده. لو انتوا فاكرين كنت بقول الميديال بلانتر نيرف كان بياخد ايه؟ كان بياخد الميديال 2/3 من السول اوف ذا فوت والميديال 3.5 توز، كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. تعالوا بقى نشوف ازاي النيرف ده بيدي البرانشات بتاعته بهذا الشكل. طبعا الكتاب بتاعنا مش كاتب ازاي هو بينقسم، بس انا هرسم لك الانقسام بتاعه. كده بيدي كام تو؟ تعالى نعد كده، ادى 1 2 3.5. الميديال 3.5 توز ومعاهم الميديال 2/3 of the foot. ده بالنسبة للكوتينيوس برانشز بتاعته. كوتينيوس برانش بيدي الميديال 2/3 من الفوت، وبالنسبة البلانتر ديجيتال برانشز يعني رايح الديجيتس رايح الاصابع او التوز فهو بيدي الميديال 3.5 توز. طب بالنسبه للماسكولار برانشز اكيد هيدي المسلز من اللايرز اوف ذا فوت، هيدي بقى ايه؟ قالك هيدي 4 مسلز بالظبط، 4 مسلز بالعدد. من الفيرست لاير واخد 2 مسلز، بص كده من الفيرست لاير عندي واخد الادكتور هالوسز واخد الفليكسور ديجيتورم بريفز، يبقى الادكتور ديجيتي مينيمي مع اخوه اللاترال بلانتر. طيب واخد عضلتين تانيين الفليكسور هالوسس بريفيس من الثيرد لاير، واخد من الفورث لاير الفيرست سوري واخد من السكند لاير الفيرست لومبريكال. اوكي يبقى كده تعالوا كده نفتكر البرانشات اللي احنا خدناها دلوقتي بتاعت الميديال بلانتر نيرف. قلنا واخد كوتينيوس 2 اوفر 3 من الفوت الميديال سايد، واخد الديجيتال برانشز البلانتر ديجيتال برانشز مديين الميديال 3.5 توز، وبالنسبه للمسلز واخد 4 مسلز الادكتور هالوسز الفليكسور ديجيتورم بريفيس 3 الفيرست لومبريكال، دول من الفيرست لاير، دي من السكند لاير، اما من الثيرد لاير فاخد عضله واحده الفليكسور هالوسز بريفز من الثيرد لاير. اوكي تعالوا بقى نكمل كده، ناخد اخوه الثاني اللاترال بلانتر نيرف. اللاترال بلانتر نيرف الاوريجن بتاعه خارج من الكونتينيويشن بتاع النيرف الاصلي بتاعهم. خلينا نرجع على الرسمه الرئيسيه، هي كونتينيويشن السمولر برانش من الكونتينيويشن بتاع البوستيريور تيبيال نيرف تحت الفليكسور ريتينيكولم على اللاترال سايد وهو السمولر برانش. طيب بالنسبه للكورس بتاعه قال لك اكيد هيمشي فورورد ولاترالي، هيمشي فورورد ولاترالي، علاقته بالمسلز ايه العلاقه بتاعته بالمسلز؟ قال لك والله هيمشي الاول تحت العضله اللي في النص دي كده، بص اهو النيرف بتاعي بيمشي ديب للفليكسور ديجيتورم بريفيس. طب هو لما يمشي ديب للفليكسور ديجيتورم بريفيس يبقى هو ماشي سوبرفيشال ايه؟ ماشي سوبرفيشال للسكند لاير. خلينا كده نشوف الفيرست والسكند لايرز اللي كانوا عندنا. كنا بيقول ان احنا عندنا في الفيرست لاير فليكسور ديجيتورم بريفيس، لما تشيلها تظهر عندك السكند لاير الفليكسور ديجيتورم اكسسوريس. هو ماشي ما بين الفليكسور ديجيتورم بريفيس والفليكسور ديجيتورم اكسسوريس. بعد كده بيخرج عشان يمشي ما بين التو ماسلز اوف ذا فيرست لاير اللي هو ما بين الفليكسور ديجيتورم بريفيس والادكتور ديجيتي مينيمي، وعند البيز بتاع الفيفث ميتاكاربل الفيفث ميتاكاربل سوري بيبدا ينقسم الى تو برانشز بتوعه سوبرفيشال وديب برانش.
الديب برانش هيخترق المسلز ويدخل عشان يمشي بين الطبقة الثالثة والرابعة، كويس. اما السوبرفيشال فايده ان السوبرفيشال اللي كمل قدام عشان يديني بقية البرانشات. طيب تعالى كده نشوف العلاقة بتاعته زي ما احنا متعودين. احنا بنشوف على طول العلاقة بتاعته مع ايه؟ مع الفيزلز، مع الفاسكولار. بص يا سيدي، انا قلت لك ده ميديال بلانتر فيزلز صح؟ اللاترال بلانتر فيزلز بتعمل ارشنج كده بالشكل اللطيف ده، ده الارش بتاع الميديال بلانتر فيزلز. طيب ده الميديال بلانتر سوري ده اللاترال بلانتر فيزلز اهيت، لاترال بلانتر فيزل بيعمل ارش. يجي اللاترال بلانتر نيرف بهذا الشكل، الديب برانش لما يدخل ديب يوصل ويمشي مع الارش بتاع اللاترال بلانتر فيزلز، اما السوبرفيشال برانش فبيعمل كروسنج عشان يمشي لقدام للاصابع. طب لما اللاترال كوتينيوس برانش يمشي الاصابع بيمشي ازاي بقى؟ بص كده، خلاص احنا قلنا عندنا الديب خلاص اخترق ومشي ما بين اللاير الثالثه والرابعه ودخل مشي في الكيرف بتاع الارش بتاع اللاترال بلانتر فيزلز، او اللي احنا ممكن نسميه اسم تاني نقول عليه البلانتر ارش. اما السوبرفيشال فيروح عشان يدي الاصابع بالشكل ده كده، فقال لك بالنسبه للكوتينيوس بتاعه فهيدي اللاترال 1 اوفر 3 من الفوت، وكمان السكين بتاع اللاترال 1 اند هاف توز. طيب بالنسبه للماسكولار فرنش هيدي كل المسلز الباقيه بقى. تعالوا كده نفتكر احنا خدنا ايه من المسلز. احنا خدنا الادكتور هالوسز والفليكسور ديجيتورا بريفيس، يبقى ما بقاش فاضل عندي غير الادكتور ديجيتي مينيم ياخدها. طيب في دي احنا خدنا الفيرست لومبريكال صح، يبقى اكيد باقي ايه؟ باقي السكند والثيرد والفورث ياخدهم، اثنين وثلاثه واربعه. الفليكسور ديجيتورام اكسسوريس موجوده ما كانش حد خدها، ياخد الفليكسور ديجيتورام اكسسوريس. طب في الثيرد لاير احنا خدنا الفليكسور هالوسز بريفس، يبقى لسه الادكتور هالوسز والفليكسور ديجيتي مينيمي. اما بالنسبه للفورث لاير فاحنا عندنا البلانتر والدورزال انتر اوسي اي، ما كانش حد خدهم، يبقى ياخد البلانتر والدورزال انتر اوسي اي فولي. يبقى كده الميديال بلانتر خد أربعة مسلز، الأدكتور هالوسز، الفليكسور ديجيتورم، الفيرست لومبريكال، والفليكسور هالوسز بريفس، واللاترال خد بقية المسلز كلهم. طبعا المسلز دي بقى بتاخد منين؟ إيه؟ بتاخد من الديب ولا من السوبرفيشال ولا بتاخد من الترانك نفسها؟ دي لها تقسيمة معينة بس مش موجودة عندنا في المنهج، فما تشغلوش بالكم بقى. بكده يبقى احنا خلصنا التسجيل ده، أشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.